نعمة نعمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله على السلامة يا حبيبتي. الله يسلمك، اصحي كده وفوقيلي. هي الساعة كام دلوقتي؟ احنا وش الفجر وانا ما نمتش بقالي يومين. باين على وشك، اطلعي نامي. انام ايه؟ انت عارفة النوري وداني ليبيا ليه؟ هيكون وداكي ليه؟ اكيد هيتهرب سلاح او مخدرات زي ما بيعمل. انا كنت فاكرة كده، ده بيهرب بشر. بشر؟ يعني ايه بشر؟ انا شفتهم نسوان واطفال ورجاله. هو بيشغل النسوان والستات في الدهاره، والرجاله ياخد الاعضاء بتاعتهم ويبيعهم لمافيا دوليه. انا شفتهم متسلسلين ومتجنزرين، كان منظرهم وحش قوي يا خاله. يا نهار اسود ونايل، ربنا ينتقم منك يا نوري. عيب عليك، احنا شغلنا على ميه بيضة. والله عشت ايدك رجاله كبيره، واي ممنون من عندك. وعملية ليبيا كلش مضبوطة. طبعا لازم يكون مبسوط، ما احنا خدنا حقه من اللي بالي بالك بعد ما كان زعلان ان الحرس اتباع لغيره غصب. شكوا عليك وانت هامي مكيف، راح تقبض 5 مليون دولار. بس مو تنسى عاد حقنا محفوظة، بس انت انجز في اجراءات التأمين. والله خابروني واتفقت وياهم ان شاء الله باول الاسبوع يوم الاحد راح يدزوا لك الاوراق والصك. بعد شو تريد؟ على فكره عمليه ليبيا خلصت على خير. بلغوني ان شاء الله نتقابل بلندن بالميتنج بعد شهر ان شاء الله. ماشي، اكون عندك في المعهد. سلام. بقيتي بتخبي عليا ليه؟ روحي روح بس، انت الحته الشمال ده انت صاحبتي الوحيده يا اختي. بقالك كده غطسات ما بقتش فاهماها. والله العظيم غصب عني يا حبيبتي. انت عندك فكرة ان الطمطان بيدوروا عليكي؟ هو حد قالك تروحي تقصي في اي بي؟ عالطمطان هيك علينا يا اختي. كويس انك متكمرة في الحتة اليومين دول، بس ده انا سمعت انك انت سويتي الهوايل في طلعت امبارح. لا يا شيخة، من مين؟ من نعمة، كانت بتقول لأمونة وشلة الأنس اللي بتسهر معاه. بس دي قالت فيكي قوالة. لا يا شيخ. او النبي يا اختي. طب اقولك ايه؟ قولي. امسك السي دي ده، روحي لعبده بتاع الكمبيوتر تترزعي عنده لغاية ما ديكي الشفرة. شفرة؟ اه. شفرة ايه؟ انت بتعملي شغل من ورايا؟ حق فين يا بنت كيداهو؟ يخرب بيتك، ولا في شغل ولا نيلة. لما تروحي وتيجي هقولك. ماشي. يلا يا رهوان، يا موز انت يا موز.